اخرس. هذه اراضي اجدادي شاويه، هذه هاي الدورات الشاويه، هذه منطقه اللي كانت اخر معركه اليوغورتا وين دقدق فيهم الرومان. بدون قلت لكم هذه الاراضي تاع جدودي شاويه. عاود هذه الدوره، هذه الدوره قلت هذه اراضي شاسعه. شوفوا الاراضي تاع جدودي تاع الشاويه، جدودي اللي حاربوا مع يوغورتا ودقدقوا الرومان في هذه المنطقه بالذات، وين خلاوهم مبطوحين. لكن للاسف الشديد جدنا يوغورتا خانوه اللي خانوه واستدرجوه الى مكان اخر وين سجنوه الرومان وقتلوه. ما احنا ما ننساوش التاريخ نتاعنا، رانا نعرفوه. وهذه الدوره نتاعنا اننا في الشعب الجزائري، لان احنا من الشعب الجزائري ونحنا اولاد الشعب الجزائري ابا عن جد، وبالتالي ما نحشموش من عيشة الشعب الجزائري وما نحشموش من تواجد نتاعو او تواجدنا معاه. هاي الاراضي، هاي السهول، هاي الجبال اللي انتصر فيها جدنا يوغورتا على الرومان، وللاسف الخيانة موجودة دائما كما هو الحال الان. السلام عليكم وصحتكم.